معانا دلوقتي تقرير صورته كاميرا يحكى أن في دار، وده أول دار مصرية تكون متخصصة في الكتابة النسائية ورفع الوعي النسائي، وبتقدم أنشطة ثقافية عديدة خاصة بالمرأة. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع مرة تانية. قلت ليه ما يكونش في مصر دار نشر نسوية وتبقى حاجة متخصصة، يعني ما تبقاش دار نشر سوبر ماركت، يعني ما تبقاش إنه مكان بيطلع كتب، لا تبقى في هدف مختلف، في حلم مختلف عن بس إنك أنت تبقى دار نشر. إحنا منحازين للنظرية المعرفية النسوية وللإحساس والإدراك والممارسة النسوية، فالكتب اللي إحنا بنطبعها معظمها هي كتب نسوية. يمكن لما تأسسنا في 2017 ما كناش قادرين نعمل المعادلة دي، كان الكتاب الجيد كنا بنطبعه يعني، لكن دلوقتي احنا بنقول مش لا يكفي ان يكون كتاب جيد. 80% من الكتب اللي بنصدرها دلوقتي هي كتب نسوية في المعرفة، في النظرية المعرفية النسوية، يعني مش شرط ان يكون كل الكتاب اللي عندنا نساء، لان النسوية هي تخص الرجال والنساء، لان هي رؤية للعالم اكتر منها انها خاصه بجنس محدد، لا هي رؤيه للعالم ورؤيه للحياه كمان، هي جزء اساسي من فكرتنا عن ازاي تكون دار نشر مختلفه، يعني انها تكون مساحه امنه للنساء، مساحه امنه للجميع مش للنساء بس، وتلعب دور ثقافي. هو المميز في الدار ان هي بتتكلم عن قضايا ذاتيه، يعني بتقرب للسيدات يتكلموا عن نفسهم، يتكلموا عن مشاعرهم ومشاكلهم بشكل ذاتي وحقيقي، مش مجرد نظريات أو كلام يعني عام، فبيقرب للمشكلة نفسها وبيقرب للسيدات إن هم يتكلموا يعبروا عن نفسهم، سواء كاتبات أو ناس عادية. بيبتدوا حتى اللي مش كاتب بيشترك في الورش خاصة بالدار، فيبتدي يتعلم الكتابة، يتعلم الصحافة، يتعلم الرسم. وأنا شاركت في عدد من الورش، آخرها كان ورشة سوبر هيرو، وتعلمنا ازاي ان احنا نرسم ونكتب ونألف القصة بتاعتنا ونعملها بنفسنا. النسوية دي كلمة حتى بنقول ان هي خاصة بالستات، لكن دي مش حاجة حقيقية، النسوية دي بتخص كل الناس، فهي مختصة بالموضوع ده. فده بيخلي فيه دايما ان انا حاسس ان انا في مكان فيه تصورات قريبه من تصوراتي ومن افكاري، فبالتالي ببقى حابب اجي واتعاون طول الوقت معاهم. في ندوات كتير قوي بتتعمل في الدار بتبقى مهمه جدا، فبحب احضرها. ممكن نقول انه مركز ثقافي نسوي بالاضافه لدار نشر يعني، بنكسب الستات وعي، او بنشتغل مع الستات، احنا مش بنشتغل على الستات، احنا بنشتغل مع الستات علشان نبتدي نغير مع بعض ونشوف مفاهيم مختلفة، زي مفاهيم خاصة بالأمومة مثلا، ونبتدي نتناقش حوالين أشكال من العنف غير المرئية زي الإيموشنال أبيوز أو الإساءة العاطفية على سبيل المثال. كمان بندي مساحة للستات إن هي تقدر تعبر عن نفسها وتعبر عن آرائها. مسألة مش ستات ورجالة، المسألة نظرية وتوجه وإيمان. النساء بالتأكيد هم الأكثر تعبيراً عن تجربتهم الخاصة، ولكن النسوية بتشوف إن هي ممكن ستات ورجالة لما يبقوا نسويين يقدروا يعبروا عن ده، بس ستيل يعني إنه الستات هي الأقدر على التعبير عن قضاياها. بس ده ما يمنعش أبداً إن ممكن يبقى في رجالة نسويين أو رجالة متبنيين النظريات النسوية أو النظرية النسوية.